السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين آخر تقارير ولايات أيت نوري مصاب ويخلط أوراق المدرب فلاديمير مدرب المنتخب الوطني الجزائري، وين أخلط رايان أيت نوري ظاهر أيسر لنادي فولهامبتون الإنجليزي حسابات المدرب المنتخب الجزائري، وذلك قبل المواجهة الأولى المرتقبة أمام غينيا الاستوائية ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والتي ستقام بالمغرب وينطلق يوم الاثنين 2 سبتمبر. يعني اليوم انطلق معسكر منتخب الجزائر بمركز سيدي موسى بالعاصمة استعداد لهذه المواجهة المقررة يوم الخميس المقبل بالملعب المرحوم الميلود هتفي بوهران على الساعة 8 مساء. وكان المدرب فلاديمير قد استدعى 26 لاعب للمشاركة في هذا المعسكر، فبالإضافة إلى عودة رياض محرز وكشدة سيحتفل صانع ألعاب أمير سعيود الذي طال انتظاره بأول مشاركة له مع الخوض في سن 34، يعني بعد ما همش من المدرب السابق. يعني كان مهمش المدرب السابق، حنا نهار اللي لعب في المباراة تاع كأس العرب وهو اللي كان مفتاح المباراة أمام يعني منتخب تونس ويسجل عليهم الهدف، يعني بعد في الوقت الإضافي في الأشواط الإضافية شاهدنا كيفاش المدرب وين المدرب السابق يعني ما استدعاه نورمال، كان يستدعي في لاعبين يعني ما عطاوه حتى إضافة، استدعى لاعبين ما عطاوه حتى إضافة. أنا نبقى حاير، الناس يكتبوا لك هاك المدرب الذي عشنا معه خمس سنوات جميلة كي كنتوا تتلذذون بإقصاء الجزائر، والله لا بصح. قال لك مدرب الذي أدخل السعادة والفرحة إلى كل جزائري، وين أنت 2019 في 7 مباريات من بعد؟ بعد سيلة مباريات 35 مباراة بدون هزيمة لما كان عندها حتى معنى، يعني دخلنا دورة بنادم اللي ما يخسرش 35 مباراة ومن بعد يدخل دورة يخرج بنقطة ما يروحش كوب دي موند ويزيد يخرج أمام موريتانيا، الرب يقولوا لنا السعادة اللي جابها لكم شتيانا. كاين واحد شتو كاتب قال لي مدرب أدخلنا التاريخ، واه صح، أول مرة في تاريخ كرة القدم الجزائرية يعني وين عندنا فرصة باش نفوتوا زوج خطرات ميير تروازيام ما فتناش وما روحناش كوب دي موند هنا في بلادنا، تاريخ لي شاب. وين أفادت مصادر خاصة أن الظهير الأيسر رايان أيت نوري التحق بمقر معسكر المنتخب الجزائري مصاب على مستوى القدم، وذلك بعد أن تم فحصه من قبل الجهاز الطبي لمحاربي الصحراء. يا خويا ما نعرف هنا ما نعرف. وحسب مصادر فقد تبين استحالة خوض نجم فولهامبتون لمواجهة غينيا الاستوائية ما سيضع المدرب فلاديمير في ورطة حقيقية خلال مستهل مشوار الخوض في التصفيات المؤهلة لكان 2025. ولكن بالمقابل أكد مصادر أن رايان أيت نوري لن يتم تسريحه من معسكر منتخب الجزائر في الوقت الراهن، كون اللاعب سيكون جاهز بنسبة كبيرة للمباراة الثانية المقررة يوم 10 من ذات شهر أمام ليبيريا بالعاصمة يعني بملعب ليبيريا، ويرتقب أن يلجأ السويسري إلى خيارات أخرى لتعويض غياب أيت نوري ضد غينيا الاستوائية، حيث كان قد وجه دعوة للاعبين آخرين في قائمة على غرار جون حجام نجم نادي سويسري ونوفل خساف نجم نادي شباب الوزداد الجزائري. ووفق للبرنامج المحدد من قبل الجهاز الفني ستجري أغلب التحضيرات في الجزائر العاصمة، ولن يتوجه وفد المنتخب الجزائري المحافظ إلى ولاية وهران هناك ليخوض رفقة
يعني رفقاء بالسبعين تدريباتهم الأخيرة على أرضية الملعب ميلود هدفي في يعني كما نقولوا حنايا غادي يروحوا بالنهار قبل، غادي يروحوا بالنهار قبل قبل مواجهة غينيا الاستوائية يوم الخميس، وفي اليوم التالي أي يوم الجمعة سيعود يعني الفريق إلى الجزائر العاصمة لمواصلة تحضيراته، بعد ذلك سيتم التركيز على مباراة ليبيريا إذ من المقرر أن تسافر البعثة المنتخب الجزائري إلى ليبيريا يوم 8 سبتمبر على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية. إن شاء الله يا ربي ان شاء الله يكونوا في الموعد برك على مكان، يكونوا غير في الموعد برك. زي تخدم صاحبي حنايا ان شاء الله بربي ما يكونش بالك بالك شي صح، ما نعرف والله ما عارفين لا صح ولا مش صح. ان شاء الله يلعب برك على مكان، ما خاصناش هذا الوقت هذا كيما نقولوا حنايا اسمها يا ربي الاصابات في ذا الوقت ماشي مليحه لنا كاع. ان شاء الله نلعبوا مليح امام غينيا الاستوائيه، نفوزوا يعني نسجلوا اهداف يعني ومن بعد تكون عندنا مباريات اخرى ان شاء الله بربي امام ليبيريا وين من اجل كسب 6 نقاط فقط، هذا ما كان من اجل كسب 6 نقاط. صعيبه ماشي سهله والله ما سهلة، هذو الإصابات هما شوية اللي والله إصابات شوية هذو شوية اللي كي والو ما نعرف ما نعرف، تبقى عند الطاقم الطبي. أنا الأخبار اللي كاينة فاني قال لك عمورة قال لك بصح يبقى راخر في الواجهة يوسف بلايلي فاني ماشي سهل اخويا. شو بيريا ضرب الماضي كاش نادي عيط له المنتخب اشوف لي معاه لي صحابه، شوف لي مع صحابه هادي شوف صحابه ماشي حنايا يشوفوا صحابه برك. ما حنا سهله هاك يروح نجبدوا عليه يا خويا، هاد شغل راه صعيبة إصابة على بالك، على الله.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا، وما تنساوش تفعيل الجرس، وربي يحفظكم.